تطرقت جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كذلك إلى مستقبل صناعة الدواء، حيث أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ علي مهران أن جلسة الحوار الوطني حول تطوير قطاع الصحة ركزت على التحديات التي تواجهها صناعة الدواء في مصر. أضاف أيضا خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن المناقشات ركزت على تطوير صناعة الدواء لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب. تطوير صناعة الدواء في مصر طبعا ده موضوع كبير، واحنا كنا ناقشناه في مجلس الشيوخ في الجلسه العامه. لجنه الصحه والسكان بمجلس الشيوخ كانت تصدت لهذا الموضوع، وكانت انتجت دراسه متميزه عن مشاكل صناعه الدواء في مصر وسبل توطين صناعه الدواء في مصر. صناعه الدواء في مصر الحقيقه بتمر بتحديات كبيره جدا، وهذه التحديات تؤثر سلبا على قطاع صناعه الدواء في مصر. هناك كثير جدا من المقترحات اللي هي ممكن تخرج من الاجتماع اليوم، أهمها تسجيل إجراءات تسجيل الدواء، وأهمها تشجيع المستثمرين في الاستثمار في صناعة الدواء في مصر، وجود آلية مرنة عادلة للتسعير نقدر من خلالها ان احنا نوفر دواء آمن وفعال للمواطن المصري بسعر مناسب، لكن في نفس الوقت نضمن هامش ربح مقبول لشركات الدواء علشان تقدر تستمر في إنتاج الدواء، وخاصة في ظل تغير أسعار الصرف اللي احنا بنشهده في الفترة الحالية.